يستمد البحرانيون ثباتهم من عطاء الشهداء، وكلما مرت ذكرى لتأبين شهيد ازدادوا إصرارا على مواصلة الدرب مهما كان محفوفا بالمخاطر ومليئا بالأشواك. هكذا كان المشهد في البحرين يوم أمس، حيث احتفى المواطنون بالشهداء في بلدة النويدرات. ففي كلمة لرابطة الشهداء شدد المشاركون على روح الاندفاع في مقارعة الظلم ومقاومة المعتدين. يجب أن أتألم عندما أرى جاري وقد اقتحمت هذه القوات منزله وهتكت حرمة منزله. يكفي هذا الشعور أن أخرج عن صمتي. على صعيد آخر، شهدت جزيرة سترة مسيرة غاضبة على خلفية الأحكام التي صدرت ضد 29 شابا على خلفيات مشاركتهم في التظاهرات المناوئة للنظام. وقد شهدت مناطق أخرى قطعا للشوارع الرئيسية بالإطارات المشتعلة احتجاجا على الأحكام، من بينها البلاد القديم والصالحية وعالي والسهلتين الجنوبية والشمالية وكرانة والدراز. وقد دارت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات النظام التي قمعتهم بالغازات الخانقة والرصاص الانشقاري. وتزامنا مع فعالية نظمها نشطاء بحرانيون في الخارج لمنع إقامة سباقات الفورميلا 1 في البحرين، حيث تنظم الجالية البحرانية في لندن اعتصاما يوميا أمام المقر الرئيسي لإدارة سباقات الفورميلا، خرجت مسيرات في بلدات جد حفص والمصلى والسنابس والده رفضا لإقامة السباق. وبحسب متابعين، تصر السلطات في البحرين على إقامة السباق رغم الانتقادات الشديدة من منظمات حقوق الإنسان التي ترى في إقامة السباق غطاء لانتهاكات حقوق المواطنين، خصوصا في ظل تصاعد القبضة الأمنية لتوفير الأجواء المواتية لإقامة السباق.